مرة لقيت فار في البيت وكنت لوحدي قررت أقتله ببيرسول. دي قررت تموته اللي هو اتخنق؟ اتخنقت شوية أيوه. فالحمد لله اتخنقت، كتب اتخنقت. فالحمد لله اتخنقت أنا من البيرسول طبعًا، وقعدت أرجع فدخت والفار عاش عادي. دي سالي. سالي. دي وصيتها؟ فين سالي يا جماعة؟ قاتلة قتلت نفسها. ممكن نشوف الفار بعد إذنك لو هو عايش لغاية دلوقتي لو معاكي. أنا في اثنين هي والفار، هي والفار في اثنين منورين. بصوا بجد والله اهو. مش انا اللي بقول، انتوا منورين كده شايفين ليه؟ ما تفضحوناش قدام الناس. طيب احنا مش هنديها انت اهتمام لحد ما تعلي صوتك. ماشي، احنا هنعمل نفسنا بنعمل اي حاجه. أيوة. طب كده سامعيني كويس؟ انت بتزعقي لنا؟ اما هعمل ايه؟ اتفضلي. طيب انا كنت في البيت لوحدي وجوزي كان شيفت نايت يعني، فالمهم لقيت فار صغير جدا جدا، فانا وقفت على الكنبه واتخضيت جدا. فقلت لي انت جوزك كان معاكي؟ لا هو كان شيفت نايت فمش هيرجع يعني، هيرجع شيفت نايت. انا افتكرت ده التايتل بتاعه. طيب انا سمعتها شيفت نايت فحسيت ان هو الله، طب ما يجيب لنا كوبون. اتفضلي. يعني فقلت هو فار صغير جدا، فقلت خلاص مفيش حل تاني غير ان انا امسك بايرسول وارش عليه جامد جدا فهيموت لانه صغير. بالضحك. هيموت بالضحك. ايوه. المهم انا نزلت تحت الكنبه ورشيت جامد جدا جدا وخلصت البتاع، وانا مش دريانه ان انا كل ده بتنفس اصلا بايرسول. وبعد كده بعد ما طلعت قعدت كح ورجعت والفار عاش عادي جدا، وانا ما عرفتش اعمل ايه وكلمته بقى عيطت وكده، فكانت خلاص يعني بس خلاص. معلش هسالك سؤال، معلش اسمح لي. لا لا اتفضل. لا اسمح لي. انت حضرتك منين؟ يعني منين اصلا؟ ما سمعتش. قالت يعني ايه منين؟ يعني ايه منين؟ اه انت ساكنه فين؟ ساكنه هنا. عنوان الفار في الشيخ زايد. طب انت اتولدتي وعشتي في الشيخ زايد ولا كنت في مكان قبله؟ لا والله في مدينه نصر عادي يعني، بس لما اتجوزت رحت زايد. طب انت حضرتي عربيه الرش؟ لا. انت رشيتي بيرسول رجعتي؟ احنا كنا بنستنى عربيه الرش، واللي بيستنشق اكتر اللي بيموت بيوعى كسبان. ايه الفار اللي في الشيخ زايد اللي ما ماتش من بيرسول ده؟ ما انا برضه بستغرب. طبيعي. عندنا الفيران والله العظيم، جبنا الشركه اللي هي البتاع دي، احنا توفينا الفار فضلت تكبر 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 لحد ما مسكناهم بمصياده في الاخر. في فار في فار اسمه النرويجي، عارفه ده؟ فار اسمه النرويجي؟ نرويجي. اه بمناسبه التشيك يعني. في فار اسمه، ولما كلمت الراجل انا النرويجي. ايوه ايوه. هو نوعه كده، ولما وصفته للراجل اللي بيجي بتاع الجام قال انت جالك النرويجي. ايه ده؟ يا نهار اسود. لا يا عم ده نجيب نشوف كبير ومين ونحل. ده النرويجي ده خطر.